هم ماشيين الجماعات على طول على المحاولة وشاطرين على طول شاطرين على طول 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 على مهم. السلام عليكم، تحياتي من مدينة المضياق، كنرحب بالإخوان والأخوات اللي كيشاهدونا عبر العالم الأزرق. نتمنى من الله أننا نتوفقوا في هذا المباشر هذا، كما كتعرفوا أنه منذ يعني الاعتقال ديال نبي بن عيسى والسرقة ديال الهاتف كنحاول ندير واحد مجموعة ديال المباشرات، كنلقى تشويش وكيتوقف المباشر. نتمنى من الله أن هذا المباشر هذا ما يتوقفش. مهم من داخل مدينة المضياق، أولا يعني كنرحب بكل الإخوان والأخوات، كنحيي كل واحد صراحة يعني كيدافع على الحرية ديال المعتقل، كنحيي كل واحد كيدافع من أجل وطن حرية تسيع الجميع، وكذلك كنحيي كل واحد من خارط كل واحدة من خارطة في إطار المقاطعة ديال مرجان، مقاطعة ديال سيد هومالي ديال سنترال إفريقيا، وكذلك كما كنتكلموا دائما افريقيا والسنترال سيد هومالي ومرجان، اربعه ديال المنتوجات اللي خصو يقاطع الشعب المغربي في اطار يعني المطالبه بدوله ديال الحق والقانون، كذلك في اطار يعني القطيعه مع الدوله ديال الفساد والاستبداد. اخواني الاخوات، كتعرفوا اننا داخل المغرب كنعيشوا مرحله ديال الكسر العظام، كملي كنتكلموا على الكسر العظام نقول اننا نعيش ردة حقوقيه خطيره من خلال يعني التهجم على مجموعه ديال المكتسبات الشعب المغربي، اولها يعني كنتكلموا هنايا على الحق ديال التظاهر السلمي والاحتجاج، الماده 29. الشعب المغربي صراحه يعني منذ يعني الطحن ديال الشهيد ديال الكرامه محسن فكري، لا في كما كنقولوا لا في الحسيمه ولا هنايا في المغرب ككل، وهو يعاني كل معاناه من اجل انه يعني غير على الاقل يعني يحترم غير الاراده ديالو اللي هي الاراده ديال الحق يعني في التعبير على الراي ديالو داخل الشارع العام. الاشكال المطروح هو انه كاين تناقض، القانون كيقول لك من حقك انك تظاهر، على مستوى الواقع ممنوع، اذا هنا كياكدنا بالموس ان الدستور ديال المغرب هو حبر على ورق، هو كذلك مجرد فخ من اجل اننا يعني نعتقلوا واحد مجموعه ديال الشباب خير ديال الشباب. كما كنعرفوا تم اعتقال الشباب ديال جراده، الشباب ديال الريف، الشباب ديال زاكوره، وحاليا المقاطعه هي اللي عطتنا هاد شويه ديال الاستمراريه. المهم المقاطعه ناكدوا انها هي خيار حضاري، خيار سلمي، مقاطعه بدون قائد. ومشكل اللي تطرح انه تكلموا على القاطع، نحن لسنا بقاطع باش يجي شي واحد يعني يقود المقاطعة، المقاطعة يقودها الشعب المغربي بكامله، ولا يحق لأي كان أنه يتكلم بالاسم ديال المقاطعة، لا إطار سياسي ولا نقابي، ولكن ما كنتكلم دائما شخصيات عمومية أو نخبة، بالعكس أننا المقاطعة يعني كخيار جماهيري، كخيار شعبي، كسلوك حضاري، كنمط ديال العيش ديال المغاربة في إطار مناهضة الحجرة الاقتصادية، كذلك في إطار الصرخة ديال الشعب المغربي على هذا الظلم وعلى هذا الفساد، على هذا الاستبداد اللي عايشينه حاليا داخل المغرب. أقول أن الشعب المغربي طالب يعني فتح تحقيق في 17 مليار ديال الدرهم، ما كاين حتى شي تجاوب، بالعكس كنشوفوا انه كاين تماطل، كاين يعني التهرب يعني المهم الاخوان والاخوات، نتمنى من الله ان الاخوان يبارطاجيو هذا المباشر هذا باش اننا يعني نتواصلوا مع واحد مجموعه كبيره من الاخوان والاخوات. المهم هذا فقط يعني بث تجريبي اللي ناكد، وهو انني من داخل مدينه المضياق اقول ان المغرب ليس الدوله ديال الحق والقانون، المغرب الدستور ديال المغرب هو حبر على ورق، لا يوجد لا انتقال ديمقراطي ولا ربيع الحريات، ما كاين حتى حاجه داخل هذا الوطن، كاين فقط المقاربه الامنيه، وكاين لعبات، وكاين كما كنقولوا هنايا ان المغرب غادي للهاويه بهذه السياسه هذه اللي كتبنا جات الدوله المغربيه بين قوسين. عندما نتكلم على الدوله نتكلم على مجموعه ديال مكونات ديال الدوله من بينها الارض والشعب والسلطه. اشكال مطروح ان الكل
يريد يعني انه يعني باغي دوله ديال المؤسسات، الا ان البعض يختزل فقط الدوله في يعني في السلطه، وهذا صراحه ما يمكنش، لان الشعب عنده القداسه، الارض عندها القداسه، السلطه هي فقط لتدبير الحياه اليوميه ديال الشعب المغربي من خلال انها توفر له الامن والاستقرار، توفر له التمدرس، توفر له التطبيق، توفر له التشغيل، توفر له واحد مجموعه ديال الحقوق ديالو. المهم هذا فقط يعني في اطار يعني التفاعل التجريبي. المهم الاخوان والاخوات، غير اللي ناكد وهو انه نبيل بن عيسى منذ الطحن ديال الشهيد ديال الكرامه محسن فكري، هو يعني يتمنى يعني الحراك ديال الريف كقناعه وكاقتناع، يتمنى كذلك الحراك ديال جراده كقناعه وكاقتناع، كذلك نهض المقاربه الامنيه التي نهجها الدوله المغربيه حق الشعب المغربي من خلال يعني اعتقال خيره ديال الشباب ديال المغرب، لا ديال جراده ولا ديال الريف ولا ديال زاكوره. وهذا اللي كياكد بالملموس انه هذه الدوله هذه فاشله عاجزه يعني في الاول يعني دخلوا بداك انهم غادي يعتقلوا كل واحد كيقاطع، من بعد سمونا المداويخ، من بعد سمونا الجيعانين، من بعد سمونا الخونه، من بعد سمونا القاطع. اشكال مطروح حنا كشعب مغربي سنقاطع حتى نعرف من نحن، سنقاطع من اجل حريه ديال المعتقل، كذلك سنقاطع من اجل رد الاعتبار الشعب المغربي ومحاكمه كل من اهان الشعب المغربي. الشعب المغربي صراحه عنده منسوب ديال الوعي مرتفع، وان الاهانه ديالو يعني كما نقول دائما نحن نؤمن يعني بالتطور، نؤمن يعني بالسيروره التاريخيه، السيروره التاريخيه تقول انه يعني دائما البقاء للاصلح والبقاء للشعب. المهم من داخل مدينه المدياق نقول اننا نطالب بالحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، كذلك نطالب يعني بدوله ديال المؤسسات، نطالب يعني بوطن حر يتسع للجميع، لاننا من داخل هذا الوطن الجريح نقول انه ما كاين قانون، ما كاين دستور، ما كاين يعني ما كاين دوله الحق والقانون، ما كاين حتى حاجه، بالعكس كاين مجرد شعارات، كاين مجرد وهم. والاخوان اللي صراحه اللي متبعين يعني الشان السياسي داخل المغرب كيعرفوا انه كاين صراحه كاين احتقان داخل المغرب، نتمنوا من الله ان هذا الاحتقان هذا يتحيد. فقط غير اللي نقول وهو اننا مستمرون وعلى العهد باقون، نحن لا نناضل بل نقوم بالواجب. ونقول ان المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي قالها بوضوح، قال ان الكفاح الحقيقي هو الذي ينبثق من وجدان الشعب ولا ينتهي الا بتحقيق الانتصار. نقول اننا يعني كشعب مغربي غادي نبقاو مع المقاطعه، وغنبقاو يعني مستمرين في المقاطعه ديال مرجان وسيدهم علي اسيمه كذلك وسنترال، الى انهم يعني يتواضعوا مع الشعب المغربي. نتكلم هنا على كافه اجهزه ديال الدوله، ماشي بالدار. تحياتي، ربي يحفظكم. قلت اننا يعني كشعب مغربي غادي نبقاو مستمرين، ونعتبر ان المقاطعه هي الصرخه ديال الشعب المغربي، كذلك هي السلوك، هي النمط ديال العيش، وما بقاش يعني هي استمراريه ديال جراده او ديال الريف، وانما هي اصبحت واقعا من خلال ان الشعب المغربي كامل كيقول لك حنا غنبقاو مقاطعين حتى ان الناس هادو يا اما يعني يعترفوا بنا، واما نبقاو مستمرين، لان المقاطعه جاءت كما قلنا دائما مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال يعني ارخصوها بالترك، جات مع بويكوت ديال انجلترا، جات كذلك مع غاندي ديال الهند اللي جاب الاستقلال يعني من الهند من انجلترا بريطانيا فقط بالمقاطعه ديال المنتوجات ديال المستعمر. نقول اننا كما كيقول المثل الفرنسي يضحك من يضحك اخيرا، وان الله يمهل ولا يهمل، يعني اننا ماشي مزروبين وماشي مقلقين، وما تغرناش المظاهر ديال التغول ديال من خلال يعني ناس ديال المقاربه الامنيه، وانما كنقولوا اننا غنبقاو ماشيين بهاد الطريقه هذه، بهاد يعني بهاد الخطه هذه اللي هي المقاطعه ثم المقاطعة.
المقاطعة ثم المقاطعة من أجل وطن حرية تاسع الجميع، كذلك من أجل المغرب ديال الجميع، لأننا كنشوفوا أنه رغم أننا كنقولوا دائما أن المغرب عنده واحد مجموعة ديال المؤهلات، عنده الفوسفات، الذهب، الفضة، عنده المحيط الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الشعب المغربي صراحة يعاني كل معاناة من أجل أنه يعني غير باش يحقق العيش الكريم. وكنقولوا أننا من داخل المغرب المقاطعة يعني ما انخرطاش فيها فقط الطبقة الفقيرة، بل يعني كاين تضامن، كاين تآزر بين كافة يعني الطبقات داخل المغرب، وهذا اللي كيأكد بالملموس أن يعني الجميع آمن بأن المغرب يعني ليس على يرام، يعني ليس على ما يرام، أن المغرب صراحة يعني يعيش العبث، يعيش الاحتقان، وأنه لا مستقبل للمغرب في ظل هذه الوضعية الكارثية اللي كنعيشوها. يعني فرغتوا يعني الأحزاب السياسية، دجنتوا العمل السياسي، كنتكلم هنا على الدكاكين السياسية، وكنتكلم كذلك على النقابات اللي كتدخل في إطار الريع النقابي، وكنتكلم كذلك على الجمعيات، ومفتح قوس في إطار ما يعني ما يسمى بالدكاكين السياسية. كاين واحد المسيرة اللي دعاو لها مجموعة ديال الأحزاب داخل المغرب، الدار البيضاء يوم 8 يوليوز، غادي نحاولوا أننا نشاركوا فيها، ليس يعني حبا في الأحزاب السياسية، وإنما في إطار يعني التفاعل الإيجابي مع المعتقلين ديال الحراك ديال الريف، كذلك في إطار يعني الدفاع ديالنا على المعتقلين ديال الريف وديال الجزائر، كذلك في إطار الرفض ديالنا يعني الاعتقال السياسي، لأننا نعتبر أن الاعتقال السياسي هو قضية سياسية، قضية وطنية، قضية طبقية، وكذلك قضية إنسانية. المهم إخوان والأخوات، نتمنى من الله أننا يعني نتواجدوا نهار السبت يعني في العشرة ديال الصباح في الدار البيضاء، باش نسجلوا الموقف ديالنا اللي هو الحرية للمعتقل، وكذلك الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية للمغرب ككل، لأن المغرب صراحة يعني نحن عندما نتكلم من داخل المغرب. إخواني، إذا كان غير واحد اللي ملتمس هو تبارطاجيو هذا المباشر، يعني غير باش يعني عارفين انه يعني في اللحظه ديال الاعتقال ديالي هنايا داخل مدينه المدياق تمت السرقه ديال الهاتف، وحاليا يعني تم يعني التغيير ديال البروفايل ديال فيسبوك ديالي اللي كان قديم، وكينشطوا به اللي كنأكد هو انه الفيسبوك استعمله فقط يعني للافاده والاستفاده، كذلك التوعيه والتأطير، وكذلك التعبير على مجموعة ديال المواقف والآراء، من بين يعني المواقف وهو الانغراط يعني التام في المقاطعة، وكذلك المطالبة بالحرية ديال المعتقل، والدعم ديال الحراك ديال الريف وديال جرادة وديال زاكورة. وأقول أنني مغربي وأفتخر أن اللغة ديال الانفصال وديال الإرهاب وديال الفتنة هذه لغة ممخزنة، هذه لغة صراحة ديال كيحاولوا أنهم أي واحد يتكلم يعني يعني اي منطقه يعني كتحاول تدافع يعني على الحقوق ديالها في اطار يعني العداله المجاليه. عندما نتكلم على العداله المجاليه نتكلم هنا على انه يجب يعني توزيع التنميه على كافه مناطق ديال المغرب، بالمداشر، بالقرى، يعني بالمناطق المهمشة، بالمدن الكبرى، بالمدن الصغرى. الإشكال المطروح وهو أننا داخل المغرب نعيش يعني غياب ديال العدالة الاجتماعية، نغيب كذلك غياب ديال العدالة المجالية، ونتمنى من الله أنه يعني تكون شي عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية هو أنه يمكن يكون عندك دولة لا ديمقراطية، ويمكن يعني تنتقل من دولة ديمقراطية إلى لا ديمقراطية إلى دولة ديمقراطية، يعني في إطار يعني انتقال سلس، يعني بلا عنف، بلا مشاكل، بلا شهداء، بلا معتقلين. المهم تحياتي، ربي يحفظكم.